السلام عليكم أيتها الرائعات، معكم أميمة على قناة وصفة نسمة للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزتي، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. وصفتنا لهذا اليوم فهي لتخسيس وإزالة الكرش ودهون البطن في مدة قصيرة جدا باستخدام مكونات طبيعية 100%. في هذا الفيديو لهذا اليوم سأقدم لكم وصفتين من الوصفات الرائعة والمشهورة والتي أعطت نتائج رائعة جدا لكل من استخدمها بهدف إزالة دهون البطن وإزالة الكرش نهائيا. الوصفة الأولى مكونة من 3 مكونات فقط لتخسيس البطن والتخلص نهائيا من دهون الكرش بشكل نهائي. كمكون أول في هذه الوصفة ستحتاجين أختي الكريمة إلى البابونج، فالبابونج من المكونات الرائعة جدا والفعالة للتخلص نهائيا من دهون البطن أو بروز البطن، فهو جد مفيد وفعال لحرق الدهون وأيضا لسد الشهية لمنعك من تناول كمية أكبر في اليوم من الطعام التي تزيد من الأمر سوءا وبالتالي تعطي نتائج غير مرغوب فيها وهي ظهور الكرش والبطن. فالبابونج كذلك رائع جدا لنحت الجسم بالكامل بالمداومة واستخدامه المتكرر، فهو سيساعدك كثيرا على التخلص من السمنة ومن الوزن الزائد. ستحتاجين كمقدار من البابونج في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من البابونج، سواء كان مطحون أو هكذا ليس مطحون فلا ضرر في ذلك. أما المكون الثاني فهو الزنجبيل، فالزنجبيل أيضا من المكونات الرائعة جدا والفعالة والمعروفة كذلك على أن الزنجبيل من المكونات التي تساعد كثيرا كثيرا للتخلص من مشكل بروز البطن وكذلك الدهون المتراكمة فيها. فكل ما عليك هو المداومة والاستمرار في استخدام هذه الوصفة لفترة من الزمن حتى تحصلي على نتائج رائعة. فالزنجبيل كذلك يرفع من نسبة الدهون التي يتم حرقها على مدار اليوم، ولهذا فهو أيضا من المكونات الرائعة والتي ستساعدك كثيرا في هذه الوصفة لإزالة الكرش ودهون البطن. ستحتاجين كمقدار من الزنجبيل إلى ملعقة كبيرة من مبشور الزنجبيل الطازج، وإذا لم تتوفر على الزنجبيل الطازج فيمكنك استخدام أيضا المطحون بمقدار ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل. أما المكون الثالث والأخير في هذه الوصفة للتخلص تماما من دهون البطن وإزالة الكرش، ستحتاجين بطبيعة الحال إلى الليمون أو الحامض. فعصير الليمون أو الحامض فهو معروف عليه على أنه من المكونات الرائعة جدا والفعالة والتي تساعد كثيرا في التخلص نهائيا من مشكل بروز البطن ودهون الكرش في مدة قصيرة جدا. ستحتاجين كمقدار من عصير الليمون أو الحامض في هذه الوصفة إلى 1/4 كوب، أو يمكنك استخدام الليمونة بالكامل، تقومين بتقطيعها على شكل دوائر وتستخدمينها في الوصفة. بعد تعرف أختي الكريمة على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة نسمان فالمرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو مع وضع تعليق جميل، أكون شاكرة لك أختي الكريمة كثيرا. فيما يتعلق بطريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو أخذ إناء من الماء الساخن جدا أو المغلى، تضعين فيه البابونج وكذلك الزنجبيل المبشور أو الزنجبيل المطحون، ثم تضيفين بعد ذلك عصير الليمون أو دوائر من الحامض أو الليمون، تقومين بتغطية الإناء وتتركينه لمدة نصف ساعة
بعد ذلك تقومين بتصفية الخليط أو الكوب، ثم تقومين بشربه على الريق 3 إلى 4 مرات في الأسبوع لمدة 20 يوم. فهذه الخلطة رائعة جدا وستساعدك كثيرا على التخلص من مشكل بروز البطن وتذليها. أما فيما يخص أيضا الفتيات إذا أردنا استخدام هذه الوصفة، وكذلك الرجال، وفيما يخص الحوامل من الأفضل والأحسن، وكذلك المرضعات ألا يستخدمن هذه الوصفة بهدف التقليل من الوزن الزائد أو السمنة. فللرجال يمكن استخدام هذه الوصفة وكذلك للفتيات لمنع الشهية. أما الوصفة الثانية عزيزاتي لتخسيس البطن والتخلص نهائيا من الدهون، فهي أيضا مكونة من 3 مكونات فقط للتخسيس والتخلص نهائيا من دهون البطن. كمكون أول للوصفة الثانية لعلاج مشكل بروز البطن وتذليها، ستحتاجين إلى بذور الكتان أو بذرة الكتان. فبذرة الكتان من المكونات الرائعة جدا والتي تحتوي على عدة فيتامينات ومعادن، تعمل على حرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية في الجسم، مما سيخلصك من السمنة وكذلك من الوزن الزائد في مدة قصيرة جدا. فبذور الكتان أو بذرة الكتان غنية جدا بالدهون المشبعة التي تساعد الجسم على حرق كمية كبيرة من الدهون، وعلى وجه الخصوص الدهون المتراكمة على مستوى البطن. ستحتاجين كمقدار من بذور الكتان أو بذرة الكتان للتخلص نهائيا من مشكل بروز البطن إلى ملعقة كبيرة من مسحوق بذور الكتان أو بذرة الكتان. كملاحظة فقط، لا تقومي بطحن بذور الكتان أو بذرة الكتان والاحتفاظ بها، بل قومي أختي الكريمة بطحنها مباشرة ثم قومي باستخدامها، لأنك إذا قمت بطحنها وتخزينها فهي تحتوي على مادة سامة يتم تنشيطها طحنها والاحتفاظ بها لفترة طويلة. فهذه المادة يتم تنشيطها بهذه الطريقة، ولهذا من الأحسن والأفضل أن تقومي بطحن بذور الكتان أو بذرة الكتان، وبعد ذلك تقومي باستخدامها مباشرة لكي تستفيدي من كل الفوائد الجمة لتخسيس البطن والدهون والتخلص من الدهون التي تحتوي عليها بذرة الكتان. أما المكون الثاني فهو الزنجبيل، وقد سبق وطرحته في الوصفة الأولى، فهو رائع جدا للتخسيس والتخلص نهائيا من دهون البطن. ستحتاجين كمقدار من الزنجبيل المبشور إلى ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور، وإذا لم تتوفري على الزنجبيل الطازج فيمكنك استخدام أيضا الزنجبيل المطحون بمقدار ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل. أما المكون الثالث والأخير في هذه الوصفة فهو عصير الليمون أو الحامض، فهو رائع جدا للتخسيس والتخلص نهائيا من البطن. ستحتاجين كمقدار من عصير الليمون أو الحامض في هذه الوصفة إلى 1/4 كوب من عصير الليمون أو الحامض. أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو أخذ كوب من الماء الساخن أو المغلى، تقومين بوضع فيه عصير الليمون أو الحامض وكذلك الزنجبيل وبذرة الكتان أو بذور الكتان. تقومين بخلط العناصر جيدا وتقومين بتغطية الإناء أو الكوب، ثم تتركينه لمدة نصف ساعة وتقومين بتصفية الخليط وشربه على الريق يوميا لمدة 20 يوم. هذه الوصفة رائعة جدا لتخسيس البطن وكذلك التخلص نهائيا من الوزن الزائد أو السمنة. هذه الوصفة صالحة كذلك للمرضعات وكذلك للرجال لتخسيس البطن والتخلص من البطن بعد الولادة، فهذه صالحة كذلك للسيدات اللواتي يعانين من بروز البطن بعد الولادة.
كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم لتخسيس البطن والتخلص منها نهائيا. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله. صلوا 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 على رسول الله. السلام عليكم أيتها الرائعات، معكم أميمة على قناة وصفتنا اسمها للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزتي، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. وصفتنا لهذا اليوم فهي لتخسيس وإزالة الكرش ودهون البطن في مدة قصيرة جدا باستخدام مكونات طبيعية 100%. في هذا الفيديو لهذا اليوم سأقدم لكم وصفتين من الوصفات الرائعة والمشهورة والتي أعطت نتائج رائعة جدا لكل من استخدمها بهدف إزالة دهون البطن وإزالة الكرش نهائيا. الوصفة الأولى مكونة من 3 مكونات فقط لتخسيس البطن والتخلص نهائيا من دهون الكرش بشكل نهائي. كمكون أول في هذه الوصفة ستحتاجين أختي الكريمة إلى البابونج، فالبابونج من المكونات الرائعة جدا والفعالة للتخلص نهائيا من دهون البطن أو البروز البطن، فهو جد مفيد وفعال لحرق الدهون وأيضا لسد الشهية، لمنعك من تناول كمية أكبر في اليوم من الطعام التي تزيد من الأمر سوءا وبالتالي تعطي نتائج غير مرغوب فيها وهي ظهور الكرش والبطن. فالبابونج كذلك رائع جدا لنحت الجسم بالكامل بالمداومة واستخدامه المتكرر، فهو سيساعدك كثيرا على التخلص من السمنة ومن الوزن الزائد. ستحتاجين كمقدار من البابونج في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من البابونج، سواء كان مطحون أو هكذا ليس مطحون فلا ضرر في ذلك. أما المكون الثاني فهو الزنجبيل، فالزنجبيل أيضا من المكونات الرائعة جدا والفعالة والمعروفة كذلك على أن الزنجبيل من المكونات التي تساعد كثيرا كثيرا للتخلص من مشكل بروز البطن وكذلك الدهون المتراكمة فيها. فكل ما عليك هو المداومة والاستمرار في استخدام هذه الوصفة لفترة من الزمن حتى تحصلي على نتائج رائعة. فالزنجبيل كذلك يرفع من نسبة الدهون التي يتم حرقها على مدار اليوم، ولهذا فهو أيضا من المكونات الرائعة والتي ستساعدك كثيرا في هذه الوصفة لإزالة الكرش ودهون البطن. ستحتاجين كمقدار من الزنجبيل إلى ملعقة كبيرة من مبشور الزنجبيل الطازج، وإذا لم تتوفري على الزنجبيل الطازج فيمكنك استخدام أيضا المطحون بمقدار ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل. أما المكون الثالث والأخير في هذه الوصفة للتخلص تماما من دهون البطن وإزالة الكرش، ستحتاجين بطبيعة الحال إلى الليمون أو الحامض. فعصير الليمون أو الحامض فهو معروف عليه على أنه من المكونات الرائعة جدا والفعالة والتي تساعد كثيرا في التخلص نهائيا من مشكل بروز البطن ودهون الكرش في مدة قصيرة جدا. ستحتاجين كمقدار من عصير الليمون أو الحامض في هذه الوصفة إلى 1/4 كوب، أو يمكنك استخدام الليمونة بالكامل، تقومين بتقطيعها على شكل دوائر وتستخدمينها في الوصفة. بعد التعرف أختي الكريمة على مكونات الوصفة، نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفتنا سمان فالمرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو مع وضع تعليق جميل، أكون شاكرة لك أختي الكريمة كثيرا.
فيما يتعلق بطريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو أخذ إناء من الماء الساخن جدا أو المغلى، تضعين فيه البابونج وكذلك الزنجبيل المبشور أو الزنجبيل المطحون، ثم تضيفين بعد ذلك عصير الليمون أو دوائر من الحامض أو الليمون، تقومين بتغطية الإناء وتتركينه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك تقومين بتصفية الخليط أو الكوب، ثم تقومين بشربه على الريق 3 إلى 4 مرات في الأسبوع لمدة 20 يوم، فهذه الخلطة رائعة جدا وستساعدك كثيرا على التخلص من مشكل بروز البطن وتذليها. أما فيما يخص أيضا الفتيات إذا أردنا استخدام هذه الوصفة وكذلك الرجال، وفيما يخص الحوامل من الأفضل والأحسن وكذلك المرضعات ألا يستخدمن هذه الوصفة بهدف التقليل من الوزن الزائد أو السمنة، فللرجال يمكن استخدام هذه الوصفة وكذلك للفتيات لمنع الشهية.